إذن الآن هذه الريسيبيز التي جلبناها من هذه النقطة نريد أن نعرضها هنا مبدئيا، وثم نجعل الأمور دايناميك كما أخبرتكم سابقا. فإذا سنذهب إلى ملف Pages Dashboard والملف Recipes، وهنا سنضيف هنا في النهاية سنضيف function اسمه get server side props، وهذا الفانكشن يعمل على جهة السيرفر بنيكس جي اس، وكلما يتم طلب صفحة هذا مثلا هذه صفحة ريسيبيز، كلما يتم طلبها سيتم تنفيذ هذا الفانكشن على جهة السيرفر. فهنا نريد أن نرسل نجلب الريسيبيز، نريد طلب نقطة هذه النقطة، هذه النقطة نريد طلبها وإرسالها وجلب الريسيبيز منها. فالنقطة التي نريد جلبها هي الـ URL التي هي ستكون localhost 3000 والنقطة هي API my recipes. فإذن هذه هي النقطة التي نريد أن نطلبها من جهة السيرفر، وسنقوم بإضافة هنا try catch حتى نرى إذا كانت هنالك أي أخطاء، وسنجلب هذا نضعه هنا، ومن هنا سنجلب سنطلب fetch request، وإذا response await و fetch request لهذا الـ URL. وفعليا الميثود التي نريد أن نطلبها من هنا هي method post، ولماذا method post؟ لأن نريد أن نرسل من هنا الـ ID الشخص المسجل للدخول، وهذا الـ ID يجب أن نجلبه فعليا، لكن من أين سنجلبه؟ حاليا لا نعرف من أين فعليا. فما الشيء الذي سنفعله؟ سنكتب أن user ID هو 2، سنضيفه هكذا، ثم سنغيره ونجعله dynamic، وهنا بالbody request سنجلب json dot stringify وسنضيف ال user ID هنا. جيد. طيب الآن إذا لم تكن ال response okay، فال response not okay، فإذا لم تكن أوكي، ما الشيء الذي سنفعله؟ سنرسل خطأ، وهذا الخطأ سنكتب error in requesting API my recipe. وغير ذلك إذا كان كل شيء جيد، نريد أن نجلب الريسبونس، نريد أن نجلب الريسيبيز من الريسبونس، ونعيد من هذا ال من هذا الفانكشن أو من هذا ال get server side props، نريد أن نعيد props، يجب أن نعيد props والتي ستكون هي عبارة عن الريسيبيز. لكن في حالة أن كان هنالك خطأ فعليا، فنحن لا نريد أن نعيد ريسيبيز، فبالتالي هنا سنكتب return props، يجب أن نعيد props بهذا الشكل، وسنكتب ريسيبيز هي عبارة عن not، يعني غير موجودة. فإذن الآن لنرى بترتيب الأمور هكذا، فإذن هنا يجب أن نكتب هنا get user ID from somewhere، لا أعرف من أين، لكن سنجلبه، علينا أن نجلبه، والآن أصبحت لدينا هذه الـ recipes. في طلب هذا الـ URL نحن فعليا نطلب النقطة التي أنشأناها التي هي API my recipes اسمها، هنا وضعناها أنها هي get، لكن هي ستكون post بهذا الشكل. لماذا هي اخترنا أنها هي post؟ لأن نريد أن نرسل مع البادي هنا الـ user ID، فبالتالي هنا لن نجعل الـ user ID فقط هو هكذا بشكل ثابت 2، لا، سنجلبه من الـ request، من الـ user request. فإذن سنجلب الـ user ID من الـ request body، لأن البادي هو تم إرساله كـ JSON string، فأنا سأقوم بأخذ الأوبجكت من البادي، وتحديداً سأأخذ الـ User ID. فالآن الـ User ID أرسلته من هنا من Get Server Side Props، أرسلته 2، فسيتم إرسال هنا 2 بهذا الشكل، سيعيد لي Recipes هنا. طيب إذا أردت أن أعرض هذه الريسيبيز، يمكن أن أحصل عليها من جهة الكلاينت بنكس جي اس من هنا، فيمكن أن أجلب الريسيبيز من هنا وأقوم بـ console.log لهذه الريسيبي.
فكما اتفقنا كلما أقوم بالذهاب إلى My Recipes، طبعا كلما أذهب إلى My Recipes فسيتم تنفيذ function GetSideProps، سيجلب الريسيبيز من النقطة التي أنشأناها، وثم سيأتي الكلاينت هنا يجلب الريسيبي ويضعها هنا. فيا ترى هذه الريسيبي، طبعا هنا هذا الخطأ الأون كليك الذي لدينا سنعالجه لاحقا، لكن بخصوص الماي ريسيبيز ها هي، فإذا هي جاءتني فعليا وأعاد لي الريسيبيز، فإذا هذه هي الريسيبيز، فيمكن أن أعوضها هنا أن أعرض فعليا ريسيبي الشخص نفسه. فكيف ذلك؟ فأصبح لدي هنا الريسيبي، فهنا في هذا المكان هنا في التيبل بادي أكتب إذا كانت الريسيبيز معرفة، لأن الريسيبي يمكن أن تكون معرفة أو يمكن أن تكون نل، فأنا أريد recipes.map وهنا R وأخذ الإندكس هنا وريتيرن، وفعليا سأعيد هذا السطر TR table row وأضعه هنا، عفوا أضعه هنا، جيد. وهذا يجب أن أعطيها إندكس أو أعطيها كي، يجب ذلك. فإذا نرتب قليلا، فإذا ها هي، فإذا هنا بدلا من 1 سنكتب recipe ID، وهنا بدلا من title سنكتب recipe title، وهنا بدلا من description سنكتب recipe.description، وأيضا سنعدل هنا التايتل اللينك الريسيبي. اللينك الريسيبي هي فعليا ستكون هي عبارة عن ID لهذه الريسيبي، صحيح؟ فسنكتب هنا r.id. وهنا بالنسبة للإدت، الإدت رابط الإدت بالنسبة للريسيبي سيكون هو عبارة عن إدت و ID الريسيبي r.id. وبالنسبة للديليت فهنا لدينا on click event التي يجب أن تأخذ ID، نريد تمرير ID هنا، فيمكن أن أكتب هنا handle أو أقوم بتطبيق function handle delete وأعطيه الريسيبي ID، وهذا الفانكشن لم يتم إنشاؤه فيمكن أن نشئه هنا في الأعلى، فإذن const handle delete الذي سيأخذ ID، وهنا console.log ID، جيد. فإذن أصبح لدينا هذه الأمور، أتمنى لا يوجد خطأ. فإذن أصبحت لدينا، لاحظوا recipe.title لم تظهر لدينا والrecipe description لم يظهر لدينا، والسبب بكل بساطة، لكن الID ظهر لدينا، السبب بكل بساطة هو التالي. الآن سنعالج هذا الخطأ، سنذهب إلى my recipes، فmy recipes الداتا التي تعود إلينا بها هذه النقطة من سترابي، الداتا هي ID وattributes، فنحن نحتاج أن نصل إلى التايتل من خلال dot attributes title و description بنفس القصة، فيمكن أن نعدل ذلك ب API my recipes. فأنا الآن في pages API my recipes، وهنا عندما أعيد الريسيبي فإذن أعيد الداتا هنا، فيمكن أن أعيد الداتا بهذا الشكل، أن أكتب داتا أو أكتب هنا مثلا const recipes وأكتب هنا هي عبارة عن داتا map، وهنا كل ريسيبي أريد أن أعيد منها ال ID فإذن r.id، وأيضا أريد أن أعيد ال attributes هكذا، لا أريد أن أعيدها ضمن object ال attributes، فإذا نكتب هكذا. وبالنسبة للإعادة فنحن نريد إعادة recipes، طبعا لأننا نحن نستخدم جافا سكريبت متقدمة فيمكن أن نحذف هذا للاختصار. فإذا الآن لو قمت أنا بالتحديث فلاحظ ظهر لي recipe by test، ولكن فعليا لم يظهر لي الريسيبي ديسكريبشن، لأن لا يوجد ريسيبي ديسكريبشن. وهنا لاحظوا ريسيبي باي تيست ها هي ولا يوجد ديسكريبشن، فإذا صحيح. فإذا الآن يمكن أن أذهب إلى إدت لإدت هذه الريسيبي، لاحظوا، وأضيف ديسكريبشن مثلا نيو ديسكريبشن، ويجب هذه أن نعدلها لإدت، لا مشكلة نعدلها لاحقا. فإذا ذهبت إلى الداشبورد مجددا
وماي ريسيبي مجددا فسأجد ديسكريبشن ظهر فظهرني نيو ديسكريبشن. يمكن ايضا ان اقوم بديليت، لاحظوا ظهر لي الاي دي هنا لكن فعليا لا يوجد ديليت لانني لم اقم بمراعاه الديليت او لم اقم بمعالجه الديليت. الديليت ستكون هي نفسها الديليت الموجوده بماي ريسيبيز عندما نذهب الى كل الريسيبي. فاذا عندما تظهر لنا الكنترولز هنا هذه الديليت نفسها، وبالتالي سأخذها من الكنترولز وأقوم بلصقها. فسنذهب إلى component controls وسنذهب إلى function delete. أين هو function delete؟ فإذا ها هو، فسأقوم بأخذ هذا الفانكشن كما هو فقط، فإذا copy له وأعود إلى هنا إلى handle delete وأضع هنا وأمسح هذا. لكن هذا الفانكشن سيأخذ ID لأنني زودته بID والباقي كله صحيح. فإذا هنا لدينا إذا تم الحذف فسيتم redirect إلى هنا، طبعا إلى home page. نحن لا نريد أن يتم redirect home page، ربما نريد أن reload page بعد الحذف، نريد إعادة تحميل الصفحة، وبالتالي هنا سأكتب reload page on delete. وسأقوم الآن على جهة الكلاينت. يمكن أن أستخدم ويندو فذا لوكيشن ريلود. انتهينا. فذا الآن لو أردت مثلا عد إلى ماي ريسيبيز وعد إلى حذف، سيقول هل تريد الحذف؟ أوكي، سيتم إعادة تحميل الصفحة، والآن هذا الشخص ليس لديه ريسيبيز، لم يتم تحميل ريسيبيز. فذا الآن أنا فعليا أريد أن أعرف ما هو الشخص المسجل الدخول، من هو الذي سجل الدخول؟ فعليا أنا لا أعرف من سجل الدخول، نسيت هل هو سامي هل هو تيست، لا أعرف حقيقة، لأن بالكوكيز عندما قمنا باللوغ إن بالكوكيز قمنا فقط بحفظ الجيسون ويب توكن، لم نقم بحفظ اليوزر. فأنا حتى أدخل لهذا الشخص أو أقوم ب يعني أدخل للأوبجكت الخاصة به وأستطيع أن أرى معلوماته، فبالتالي أنا بحاجة لماذا برأيكم؟ ما الشيء الذي علي أن أفعله؟ فإذا فكرت بشكل صحيح قد تقول أنا عندما نقوم بلوج إن أنا أريد أيضا حفظ أوبجكت الشخص هنا وأقوم بالدخول إليها بأي مكان أنا أريد، أستطيع أن أصل إليها وأقوم بأخذ المعلومات منها، مثلا يوزر آي دي وغير ذلك من المعلومات. فإذا لنقم بذلك، فإذا الخطوة القادمة نريد حفظ اليوزر في الكوكيز. الآن نريد أن نحفظ الـ Object User بالكوكيز كما حفظنا الـ JSON Web Token. فعلينا الذهاب إلى صفحة الـ Login Page أو الـ Login API والموجود في API Login. فإذا هنا بكل بساطة عندما تم Login للشخص بشكل صحيح، قمنا بسيت كوكيز LWN JSON Web Token، لكن أيضا هنا نريد أن نضيف اليوزر، لأن بعد اللوجن تقوم ستابي أيضا بإرسال لنا معلومات اليوزر وليس فقط الجيسون Web Token. فهذا اليوزر أريد أن يتم حفظه أيضا بالكوكيز. فكيف ذلك؟ فبكل بساطة هذه السيت كوكيز نفسها سأضع الري فيها. فإذا أول قسم من هذه الري سيكون فيه الجيسون Web Token، سأضعه هنا، عفوا هنا سأضعه بهذا الشكل، والشيء الآخر سيكون هو اليوزر. فإذا LWN user الذي سيكون عبارة عن اليوزر، اليوزر عبارة عن object سأقوم بstringify لها، فإذا json.stringify وإلا ستظهر لي كobject، فإذا user وفقط، جيد بهذا الشكل. فإذا أصبح لدي الآن اليوزر هنا، الجيسون ويب توكن هنا واليوزر هنا، سأقوم بحذف هذا، وطبعا هذه هنا يجب أن يتم إغلاقها القوس، وهذا القوس ليس له معنى، فإذا بهذا الشكل، وهنا يجب أن أغلق القوس هكذا، عفوا. فأعتقد هكذا شيء جيد. فإذا الآن قمت بحفظ اليوزر عند تسجيل الدخول، فالآن بكل بساطة سأقوم بتسجيل الدخول. بداية سأكتب log out حتى
يتم تسجيل الخروج، وثم سأذهب إلى لوغان وأقوم بتسجيل الدخول كتست، فإذن تست وثم هكذا. فإذن لاحظوا تم حفظ الشخص، ها هو الشخص، فإذن اليوزر اي دي ها هو LWN user و LWJSON web token. إذا قمت بلوغ أوت فهو يمسح فقط الجيسون web token واليوزر يبقى موجود. أنا أيضا أريد حذف اليوزر، فكيف ذلك؟ فبكل بساطة سأذهب إلى صفحة اللوغ أوت أو الـ API الخاص باللوغ أوت، هذا هو. وهنا عندما قمت أنا بست كوكيز بهذا الشكل، أيضا سأقوم بإضافة الكوكيز كأري وسأضيف هذا هنا بهذا الشكل، وسأضيف كوما وأكرر هذه مرة ثانية، لكن هذا ستكون هي عبارة عن اليوزر بنفس الطريقة وفقط لا غير. إذن الآن مرة أخرى سنجرب ذلك، فسأقوم بمسح هذا delete all ولوجن مجددا، ولدينا هنا تيست وتيست، والآن سنجد لدينا يوزر سنجد لدينا يوزر هنا ولدينا جيسون والتوكن. إذا قمت بلوج أوت يفترض أن يتم حذف هذا كله، فإذا لنرى تم حذفه كله، فإذا تم حذف كله، فإذا ممتاز. فنحن الآن حفظنا اليوزر بالكوكيز ونستطيع الآن أن ندخل إليه في أي مكان نريد أن نحصل على اليوزر. أول مكان نريد أن نحصل به على اليوزر هو الريسيبي، صفحة الريسيبي. هنا بالريسيبي وبجيت سيرفر بصفحة ماي ريسيبيز يعني أنا أقصد، وبمكان جيت سيرفر سايد بروبس هنا، فنحن قمنا بوضع اليوزر اي دي بشكل كما قلت مسبقا بشكل هارد كودد، ونحن لا نريد هذا الشيء، نريد أن نحصل عليه بشكل دايناميك. الآن اليوزر اي دي موجود لدينا بالكوكيز ويمكن أن نحصل عليه من هنا، فقط نحتاج الكونتكست من الـ get server side props، ومن الـ context يمكن أن نحصل على الـ request. فإذا الـ request يمكن أن نحصل عليه من الـ context، كون هذا تطبق على جهة السيرفر فنحن نستطيع الوصول للـ server response وأيضا للـ server request object. فإذا حصلنا على الـ context على الـ request، الآن نريد أن نحصل على الـ data أو data معينة من request cookies واسم الكوكيز LWN user. وفعليا هذه الداتا هي بصيغة json.stringify، نحن نريد أن نحصل عليها بصيغة عادية وليس بصيغة json.stringify، فعلينا أن نكتب هنا json parse وداتا عفوا. طبعا أنت يمكنك أن تقوم بconsole.log لكل شيء من هذا وترى ماذا يعني هذا الكلام كنوع من الاختبار الذاتي حتى تفهم كيفية عمل هذه الأمور. أيضا الconsole.log هنا نتيجتها ستظهر على ليس لن تظهر في المتصفح، بل ستظهر في المكان الذي تشغل به سيرفر Next.js، لأن هذا الفانكشن مرة أخرى يعمل على جهة السيرفر Next.js. طبعا الآن هذه الداتا بعد أن أقوم بparse لها فسيصبح لدينا object user، من object user يمكن أن أحصل على ال ID، وبالتالي هنا ال user ID هو قيمته ال ID التي جاءت من الcookies. فيفضل الآن أو ليس يفضل يفترض الآن أن أقوم باللوجن للتست أو لوجن لسامي. فإذن أين هو سامي؟ إذا ذهبنا إلى Content Manager وهنا وسامي، فإذن هذا هو إيميل سامي. فإذا ذهبت أنا لسامي هنا وكلمة مروره من 1 لـ 8 ولوج إن، فأنا يفترض أن أجد هنا سامي هو اليوزر بالID 1. إذا ذهبت إلى My Recipe يفترض أن يرى سامي الريسيبي الخاصة به التي أضفناها. لو قام سامي باللوج أوت الآن وذهب إلى لوج إن مجددا وقام بلوج إن تيست و 1 2 3 4 5 6 8، فإذا الآن وMy Recipe لن يجد أي ريسيبي لأن قمنا بحذفها. إذا قام بأد ريسيبي هنا فلنقم بإضافة ريسيبي باي تيست وقمنا بأد فإذا تم إضافتها. فإذا عدت إلى ماي ريسيبي فيفترض أن أراها هنا، فإذا ريسيبي باي تيست جيد. فنحن استطعنا أن نضيف الريسيبي بشكل دايناميك
للشخص الواحد. فكل شخص يمكنه تسجيل الدخول وعرض الريسيب الخاصة به، أيضا يمكنه إدت لهذه الريسيبيز، ويمكنه أيضا الحذف هذه الريسيبيز.